السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رجعت إليكم أحبائي لتكملة دروس التربية الإسلامية دائما في مدخل من المداخل المقرر مدخل الحكمة مدخل الحكمة اللي فيه درس ديال وقاية المجتمع من تفشي الفواحش إذن ديال الفاحشه كيهضر على الفاحشه اذا شنو الاهداف ديال الدرس يجب على التلميذ ان يتعرف معنى الفواحش شنو هما الفواحش ومنهج الشرع في الوقايه من هذه الفواحش يعني الشرع كيفاش عطانا واحد المنهجيه واحد الطريقه باش نوقيو نفوسنا من هذه الفواحش كذلك منهج الاسلام في وقايه المجتمع من تفشي الفواحش لان لاحظنا في وقتنا الحاضر ان الفواحش متفشيه بشكل سريع وكبير اذا لابد ان يكون هناك تدخل من اجل الحد من الفواحش والتوعيه بالمخاطر ديال انتشار الفاحشه في المجتمع غادي قبل ما نبدأ الدرس غادي نشوفو شنو قال الله سبحانه وتعالى في سوره يوسف قالت لنا قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم يعني فتعفف ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا من الصغيرين اعترفت قالت لهم هذا هو اللي لم فيه انتم ما شفتوه شحال زوين وشحال لانهما لما رايناه اكبرناه قالت له انا راوته عن نفسه وهو استعصم ولئن لم يفعل ما امره ولا ما لي اللي انا بغيت لا يسجننا نعم ويكنا ويكوننا من الصغيرين الصغيرين قلت لك نعرف الشرح ديال الشطر يمكن الشطر الثاني هما المدلولين سيدنا يوسف شنو قال قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه وإلا تصرف عني كيدهن اصبو إليهن وأكن من الجاهلين يعني لما بعدت يوم غنعمل داكشي اللي بغاو وغنكون من الجاهلين ومن الظالمين ومن الناس اللي اللي آه المعصية إذا يوسف عليه السلام هنا يعني المعنى دي الآية إذا آه أنا يوسف عليه السلام استعصى عن فعل الفاحشة وقاوم ذلك الإغراء ديال و وفضل عيش السجناء على سلطة الإغواء هي أغوته بجمالها وجاهها وسلطتها ولكنه لم يقبل بهذا واستعفف واستعصم إذا هنا نشوف عاوتاني الله سبحانه وتعالى شنو قنع على قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إذن الله سبحانه وتعالى عارف بان كاين شي حاجه سميتها الفاحشه عارف المنكر وقالنا ها باش تواجهوها تواجهوها بالصلاه وقالنا الله سبحانه وتعالى بما ان الصلاه هي وقايه للمجتمع من الفواحش والمنكرات فنهانا الله سبحانه وتعالى عن الاشياء اللي يعني اللي خصنا نبتعدوا عليها بالصلاه طبعا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا الانسان اللي كيصلي ما يقدرش يدير الزنا ما يمكنلوش علاش لانه كيكون كي عارف بان المخاطر ديال هاد الزنا اللي قلنا هو اه اختلاط الانساب الامراض وهادشي قلنا في الدرس ديال الزواج قلنا بان الزواج هو يحسن الانسان او لا يحسن الفرد او لا المؤمن من المشاكل التي تسببها الزنا لان الزنا هو العلاقات الشرعيه خارج اطار الزواج إذن هنا غادي نبغيو نعرفوا شنو هو شنو هو الفاحشه اذا كان كيهضرنا على الزنا قلنا كان فاحشه وساء سبيلا يعني الطريق ديالها خايب ساء سبيلا يعني الطريق ديال يعني الطريق ديال الزنا هو طريق يؤدي الى النار اذا هذه الفاحشه شنو هي اذا لغه دائما نشرح لغه لغه كل فعل او قول عدم قبحه اللي كنقولو فعل قبيح او كلام قبيح شي حاجه قبيحه هي الزينه هذه لغه شوفوا اصطلاحا اصطلاحا ما عدم قبحه شرعا وعرفا وفطره يعني الدين محرمه العرف يعني حنا كناس متعارف بيناتنا ما ما خصوش وحتى الفطره الانسان تتعارض مع هاد الاشياء هادي وهي نوعان هي من المعاصي الطاهره ومعاصي باطنه الفاحشه هي المعاصي الطاهره والباطنه المعاصي الطاهره اللي هي فاحشه قال لنا ربي في القران الله سبحانه وتعالى بجلاله قدره عطانا مسميات اشياء بمسمياتها قال لك ان الزنا كان فاحشه اذا الزنا فاحشه عطونا في الدرس قالوا بان كاين الزنا كاين اللواط وكاين السحق هادو ثلاثه اللي هما من من الكبائر ومن الفواحش الظاهره اللي كتبان كنشوفوها وكاين الفواحش الباطنه اللي مخبعه عند في النفس الانسان شنو هي كالكبر الله هو المتكبر لا يجوز لاي انسان كيفما كان وكيفما كانت درجاته درجته في في في, في 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 هذا الوجود ان يتكبر لان المتكبر هي من اسماء الله الحسنى الله هو الوحيد المتكبر لا يجوز لأي إنسان أن يكون متكبر أو يكون فيه الكبر، كذلك يكون فيه العجب، كذلك يكون فيه حب الرئاسة، واحد ليعاجبو راسو، لي متكبر، لي مفحلو التواحد حتى واحد من الفواحش الباطنة، كاين النميمة، كاين الغيبة، كاين الحقد، كاين الحسد. كاين هذوك جميع الاشياء اللي كيكونوا في النفس الانسان داخل اللي كيكونوا قاتلينه في قلبه وما كيقدش يخرجهم عارف بان عنده الفاحشه ولكن هو ما عارفش راسو الله يحفظ راه عنده الفاحشه راه كيدي راه راه يتعاطى الفاحشه ولكن لا هو لا يدري لان ما عندوش كل غادي يقول له. اللي غادي اصلا زايدين لهم فيه اذا هنا وكاين كما قلنا الزنا اللي وات. اللي هو هما واحد المعاشرات شاده بين الجنسين انت وانت ذكر وذكر ذكر جايه من قوم لوط القوم لوط اللي غضب عليهم الله سبحانه وتعالى وقتلهم كاملين يعني قلب عليهم الارض اذا هنا غادي نشوفوا آه هذه الفواحش هي محرمه محرمه بالكتاب والسنه والاجماع حرم الله تعالى وحرم الاسلام الفواحش ما ظهر منها وما بطن وكاين آية في في, في, في في سميته كاينه ايه كتقولنا بان الفاحشه حرمت ما ظهر منها وما بطن اذا هنا ما عندناش فين شنو كيساعد على العوامل لانتشار الفاحشه علاش انتشرت الفاحشه هذا سؤال لماذا انتشرت الفاحشه اذا انتشار الفاحشه مرتبط باش ما الاخلاق انهيار الاخلاق هذا هو التير الاولى اللي تكتبوا عوامل انتشار الفاحشه انهيار الاخلاق كيش الترابي كيش الاخلاق حيت لوكانت كانت الاخلاق الناس ما غيتعطاوش عند الفاحشه كيش لك يا ربي انتشار الجهل الناس ما عارفينش الجهل ضد دل هو العلم العلم باش بما امر الله باش غادي ما كيقراوش الناس القران ما كيعرفوش السيره سيره الرسول صلى الله عليه وسلم ما كيعرفوش خصهم يديروا شنو خصهم يديرو، يديروا ما متبعين غير الاشياء التافهه اللي ما غاديش تديهم نيشان لجهنم الله اللهم احفظنا واحفظ المسلمين اجمعين اذا عندنا نهي الاخلاق وانتشار الجهل كيش العلم كيش المعرفه كذلك ضعف العفه والحياء اذا كان ضعف العفه والحياء والتدين اذا ضعف الايمان اذا شنو الايمان واستحضار رقابه الله تامن بأنك كاين الله قلنا في درس ديال الايمان والغيب الايمان كان امنوا بالغيب وباش كنامنوا بالغيب كنكونوا كنامنوا كان بالعلم اللي هو الكتاب والسنه وكنديروا الفلسفه وكنتفكروا وكنشوفوا واش داكشي اللي في الكتاب هو اللي كاين في الكون اذا ربي كاين اذا شنو من التعاليم اللي خصنا نستجبوا ليها شنو هما الاشياء اللي ربي فرضها علينا وقال لنا نعملوها والاشياء اللي نهانا عليها وما بغيناش نعملوها حنا ملي ما نعرفوش ملي ما نقراوش بمصادر العلم المعروفة فهنا كيكون كي عندنا ضعف الإيمان ضعف الإيمان معني تضعف الحياة ضعف الحياء إذا ضعف العفة إذا كان عندنا ضعف العفة وضعف الحياء وضعف الإيمان إذا حنا الشيطان موجود النفس الأمارة بالسوء اللي كي يغديها الشيطان فهي متواجدة في غياب النفس اللوامة فهنا ومع تعدد وسائل الاغراء ووسائل الفتنه في المجتمع لا من ناحيه الاعلام ولا من ناحيه الواقع المعاش فهنا تنتشر الفاحشه بطريقتين صاروخيات اذا انتشرت الفاحشه فهنا كاين واحد المخاطر عديده لانتشار انتشار الفاحشه على المجتمع شنو هاد دي المخاطر ديال الفاحشه طبعا ملي يكون عندنا الانتشار ديال الفواحش فغادي يكون عندنا انتشار ديال الفساد غيكون عندنا انتشار ديال الرذيله غيكون عندنا انتشار ديال المعاصي غادي تكون عندنا الزنا اللي هي من فحو الفواحش اللي الى الامراض اللي غتؤدي الى هاتك الاعراض اللي كنشوفو دائما دابا في المواقع التواصليه هذا يهتك, يهتك عرض هذا وهذا يهتك عرض هذا وهذا يهتك يعني ولا ولا عندنا يعني الاغتصاب ولا عندنا الخطف ولا عندنا اغتصاب الاطفال ولا عندنا ممارسه يعني بين الاصول كاين اختلاط الانساب ما كناش كنعرفوا هذا بين هذا ولا هذا ومين هذا شي مخلط كلشي مخلط مجلط قبل كناش كنعرفوا شكون بين شكون أو لشكون ولد شكون يعني هنا عنا اختلاط الأنساب ومع اختلاط الأنساب كيدعو لحقوق الأطفال مع اختلاط الأنساب كيوقعو مشاكل مع اختلاط الأنساب كيوقع تفكك أسري اللي هو مسبب طبعا كتسببو الزنا و و المعاصي ولا هاد الفاحش فواحش ملي كيكون عندنا فاحشة او لانتشار الفاحشه الشباب سيعزفون عن الزواج ما واش غيديروا بالزواج ولا الا بغى لا فام الا بغى زو... المراه فهي متواجده في الشارع هو علاش غيصدع راسه عاد يمشي يدير العرس وعاد يمشي يجيب صداق وعاد يجيب والديه وعاد يجي خصو يصرف وخصو يكون ورب الاسره علاش تصدع كامل هو بالنسبه ليلو ل... يعني اشباع الرغبات الإنسانية بالزنا إذا هادو من مخاطر انتشار الفاحشة كذلك أيوة انتشار جرائم القتل والاغتصاب وإهمال الأطفال والتخلي عنهم هادو من المخاطر دي انتشار الفاحشة على المجتمع ناهيك عن الأمراض كالسيدة والتعفنات المنقولة جنسيا والمشاكل الاخرى اللي ناتجه عن انتشار الفاحشه عندنا اطفال ما تعرفوش والديهم اطفال في القمامات عندنا اطفال في الشوارع عندنا اطفال معرضين للانحراف عندنا اطفال معرضين للاهمال عندنا اطفال معرضين للضياع عندنا مجتمع آه يعني آه لا حول ولا قوه الا بالله هنا في الدرس بغاوكم تعرفوا كيفاش يمكن نقي المجتمع او نقي المجتمع من الفاحشه شنو ما الاساليب دا وقايه المجتمع من الفواحش اول حاجه التربيه الايمانيه العمليه ماشي غير لا 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 يعني خص التلامد اولا التلامد خصنا نبداو من المؤسسه خصنا هذا الشيء اللي كنشرحوه دابا في الدرس علاش يقولوا لكم راكم كتعرفوا في الاولى بكالوريا باقي ما وصلتوش سن الزواج يعني إن طلعتوا نتوما عارفينه فغادي تحاولوا انكم تقوم يعني تقو نفسكم اولا انفسكم من الفواحش من الفواحش وانا نقول لكم كيفاش اول حاجه تقوى الله نخافوا من ربي لا بد ان نتقي الله نصبروا على المعصيه وقلت لكم هذا في الدرس الصبر الصبر على الابتلاءات الصبر على الطاعات والصبر على المعصيه حيت نفس الانسان الأمارة بالسوء هي كتبغي دائما مياله قلت لكم قبيله بانها مياله الى المعصيه الانس يعني النفس الانسان مجبوله على المعصيه كتحماق دير المعصيه فاحنا خصنا نصبروها وخصنا يعني نخليوها انها ما ديرش المعصيه اولا تتعاطى الى المعصيه وتحلوا بالعفه والحياء والغير على محارم الله سبحانه وتعالى يعني الدرس العفه والحياء عنده علاقه وطيده بدرس الفواحش ولا حطوا لكم العفه والحياء انتظروا بانكم سؤاد الفواحش غادي يكون شرح لنا شنو هما الفواحش او عطينا العوامل انتشار الفاحشه او لا قول شنو الاساليب ديال الوقايه من الفاحشه او لا ولا ولا وهادشي راه غنشوفوه في الامتحانات غادي نديرو تطبيق اذا هنا قلنا آه تقوى الله والابتعاد والصبر على المعصيه الامتناع عن تعمد اشاعه الفواحش عباد الله ملي شي واحد سرق مثلا ما كنجيوش عند الجارة نقول لا شي فلان سرق سرق عرفتيها انت او لا انت سد فمك لانك تعتبر اشاعه الفاحشه اذا هذه اشاعه الفاحشه هي راها غادي من علامة الساعه المهم هادشي اللي قال الله تعالى ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة يعني هادو اللي كينشروا الفاحشة فلانة تكرفست على فلان فلان تكرفست على شي كيقول هالشي شي كيقول هادشي دابا اللي حنا عايشين دابا اللي المواقع التواصلية كتو ها نوقع هنا ها نوقع هنا انت جالس في دارك كتعرف شنو واقع في أكادير واحد عايش في طنجة كيعرف كي شنو واقع في في أساس داك علاش لأن هاد المواقع كيوصلو لنا ودائما هي الفاحشه فاحشه شنو من هادو يعني الاغتصاب السرقه هذا الاعراض مشاكل هاد الشيء ربي وعدنا به قال لك سيدي سيروا عليها ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب عذاب اليم في الدنيا والاخره يعني الله يستر وصافي الله يخرج عقبتنا على خير اذا قلنا هنا بعد ما توعد الله سبحانه وتعالى من يفعل ذلك او من يشيع يتعمد اشاعه الفواحش في بالعذاب الاليم آه قلنا بان من وسائل او الاساليب ديال الوقايه ان نحن نتجنبوا كل الوسائل المؤديه الى اقتراف هذه الفواحش معنيتها تجنب الخلوه هاد الفاحشه فين تقدر تكون على الملا ما يمكنش في الشارع ما يمكنش اذا مثلا انسان ما غيمشيش لواحد المكان خالي اللي هي له او لا تكون كوسيله اللي غتادي انه يدير فاحشه حاول انه ما ما يمشيش للمكان الاماكن الخاليه كذلك ما يتفرج او لما لا يشاهد ما يهيج الغرائز لا يعاشر او يجالس الاشرار انسان اللي بغى يبعد على الفحيشه خصو يمشي مع الناس ديال الفحيشه هذوك الناس الفحيشه اللي ما لقاوش مع من يمشي غادي يرجعوا للطريق ولكن الا اللي كنقولوا حنا يدي من تكف ضروري غادي يولي كلشي مطلي هما غيبقاو في الفاحشة وتا هذوك اللي كيمشيو معاهم غادي يتاداو وغادي يحاولوا انهم يعملوا بحالهم وهذا الشيء اللي وقع في المجتمع ديالنا للاسف كذلك من أساليب وقاية المجتمع من الفاحشة تجنب أو لحفظ اللسان من الخوض عن الخوض في الأعراض ما نهضروش في عباد الله اللي بغا حاجه الله يعونه ربي هو اللي كيحاسب ماشي الانسان اذا ما نقاوش نديرو داك سوء الظن سوء الظن ونخوضو في الاعراض فلان دار يمكن فلان دارت حيت شرينا نديرو اولو كذلك عدم المجاهره بالمعاصي والتخلق بقيمة التستر أنا مثلا ديما كنعطي المثال بالسرقة لأن ما بغيتش نعطي شي أمثلة أخرى أمثلة كثيرة ومخجلة من أحسن ما نقولهمش أنا مثلا سرقت بلا ما نقول أنا راني سرقت عدم المجاهرة بالمعاصي أنا درت معصية وقال لك معصية ومستورة عدم المجاهرة بالمعاصي والتخلق بقيمه التستر لان الله سبحانه وتعالى ستير وربي سترنا ربي الله حي ربي كيتميز كي بالحياة ربي كي يستحي وحنا لا نستحي إذن الله سبحانه وتعالى يستر على عباده يعني يتميز بالحياء و يعني يستر وحي على عباده ف علاش حنايا كنفتحو علاش حنا كنفتحو الانسان بحالنا بحالو بحالو اذا لابد ان الانسان انه يلتزم او للافراد والجماعات ان يلتزم بخلق غض البصر ماشي كلشي كنشوفو بقاو حنا كنحنزو نغد البصر ونستر ونستاذن ما ندخلوش يعني استئذان قبل دخول البيوت لان بعض المرات المشاكل كيوقع لنا انا شي واحد يدخل على شي بيت مثلا بدون استئذان كتبلو مثلا يقع بصره على المحرمات او كيشوف مثلا كتبلو شي انسانه تما او شي حاجه وكيطمع وهنا يتسبب هذا الشيء في الفاحشه كذلك تيسير الزواج على الشباب لان دابا الزواج في هذا الوقت ده ولا صعيب أنا باش تقدر تزوج خاص المصاريف خاص الفلوس خاص الدار خاص السكان خاص هادي خاص الطوموبيل يعني الناس ما بقاوش يقدروا يتزوجوا لان مع هاد الظروف اكثريه دابا فهاد الظروف الراهنة ان الناس ما بقاوش خدامين حتى اللي خدام ما بقاش كيتخلص مزيان يعني كاين مشاكل كثيره هي ماديه ومعنويه اللي ما الشباب لا يستطيعون الزواج فهنا خص التدخل ديال الدولة أنها تيسر عملية الزواج أو تيسر الزواج على الشباب، نفترض يقدر يديروا الزواج جماعي علاش؟ باش كل واحد اللي باغي يتزوج قدرش أنه يتزوج باش يبتعد عن الفواحش ويبتعد عن الأشياء المؤدية إلى الفاحشة وطبعا اختيار الرفقة الصالحة ضروري خص يكون صاحبك او صاحبتك تكون يكون من الرفقه الصالحه لان يعني الرفقه الصالحه كتديك الطريق الصحيح الطريق السليم الطريق المستقيم والرفقه السيئه طبعا كتديك الطريق اللي فيه الضلال والمعاصي اذا محاربه الفواحش هي مسؤوليتنا جميعنا مسؤوليه الجميع الفرد الاسره المجتمع المسجد المسجد، الإعلام، المجتمع المدني، الدولة، كلنا معنيون بمحاربة الفواحش. وللاسف ان جميع المواضيع كنطرقوا لها جميع الاشياء كانت نتكلم فيها الا هذه المسائل هذه ديال محاربه الفاحشه محاربه آه انتشار الفاحشه تعمد اشاعه الفواحش بالعكس حنا كنزيدوا فيه يعني حتى حاجه ملي كتكون غير صغيره ملي كنطلقوها في الاعلام فكتولي كبيره وهذا الشيء حنا ما عارفينش بان هو راه توعد الله بهذه الاشخاص بالعذاب الأليم في الدنيا والاخره اللهم احفظنا واحفظهم والله يهديهم اذا لكي نبتعد عن الفواحش يجب ان نتحلى بفضائل الاخلاق ونبثها في المجتمع شنو غادي نقدروا نديروا باش نحافظوا على هاد يعني باش ندخلوا هاد يعني للوقاية من الفاحشة خشي شي أشياء يكون تكون عند عند المجتمع شنو هي أول حاجة خصنا يعني نشر العلم ومحاربة الجهل نصها تقرا نصها تعرف نصها تكون نصها تسول خصها تقلب تعرف شنو 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 مطلوب منها في المجتمع حنا ما غنعيشوش دائما عندنا واحد الفترة محدودة كل نهار كيموت واحد وحنا غاديين في واحد الضلال كبير يعني خص يكون واحد النوع من البحث والمعرفة باش نقدرو نتراجعو ونستدركو ما يمكن استدراكه، استغلال الوقت وتجنب الفراغ، الفراغ هو العدو اللدود ديال- ديال الانسان، ملي كيكون عندك الفراغ كتهضر في الناس، ملي كيكون عندك الفراغ كتعاطى المعصية، ملي كيكون عندك الفراغ كتمشي تعمل الأشياء التي تغضب الله سبحانه وتعالى وتبعدك عن العفة وعن الحياء، كذلك استغلال أهم مرحلة في العمر في طاعة الله. اللي ما كيصليش واللي ما الله انا المرحله الشباب هي المرحله اللي كتكون يعني فيها كيتكون الانسان الا كانوا الاباء مثلا ما وليداتهم على الصلاه ما كيحثوهاش ما على يعني الاخلاق الحميده ما فيهم يعني الطفل الأولاد الشاب الذي لا ينشا في طاعه الله فهو من من الضالين يعني كل الدور ديال الاسره الدور ديال الاباء انهم ينشئوا وليداتهم في طاعه الله باش يكونوا من السبعه الذين يضلهم الله لو ما لا ضل دل الا ضله وهذا هو الدرس الاخير في التربيه الاسلاميه اللي غنعرفوا شكون هما هاد السبعه شو ما الاوصاف ديال هاد السبعه الذين سيضلهم الله لو يوم لا ظل دل الا ضله وهنا غيكون آه غادي نهضر على شاب نشا في طاعه الله وهو آه بحال يوسف عليه السلام يجب ان يتحلى الشباب بالعفه والحياء والترفع عن الاخلاق البديئه والمنحطه كذلك يجب ان يتحلي بفضائل الاخلاق ونشرها في المجتمع نشوفوا دابا شنو العلاقه ديال سوره يوسف بهذا الدرس اذا سوره يوسف عليه السلام بين العلاقه ديالو سورة يوسف ابتعد واستعصم عن فعل الفاحشة باش قدكم أن الدرس ديال الفواحش وعنده علاقة وطيدة بالدرس ديال العفة والحياء لأن إذا كنت كدير العفة والحياء فأنت تبتعد عن الفاحشة إذا يوسف عليه السلام استعصم عن فعل الفاحشة قاوم الإغراء وفضل عيش السجناء عن سلطة الإغواء والكيد قال ربي السجن إلي أحب إلي مما يدعونني إليه أه كذلك إشاعة الفاحشة في كل دارها في سورة يوسف النسوة إشاعة النسوة لخبر المراودة هما داكشي الشيء وقع لهم في القصر مسدود داك الشيء الخبر خرجوا النسوة خرجوا لأرجاء المدينة وأشاعوا الفاحشة هذه الإشاعات الفاحشة تيتنافى مع قيم التستر على الناس أن قلنا بأن الله ستير يتستر على عباده فكيف بالإنسان لا يتستر عن الناس فقالت نسوة في المدينة مرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه قد شغفها حب، إذا خرج خرجوا للشارع أو للمدينة وشاعوا الفاحشة وهنا يتوعدهم الله بعذاب أليم مجاهرة مرأة العزيز بالمعصية أمام النسوة واصرارها على ارتكاب الفاحشه شنو قتلهم لهم آه قالت لهم انا راودته عن نفسه واستعصم ولقد راودته عن نفسه فاستعصم يعني جهرت بالفاحشه يا قالت انا اللي درت يعني عجبها الحل وهي عارفه راسها دايره الفاحشه ومع ذلك تجاهر بها وتقولها وهي مفتخره انا راودته عن نفسه فاستعصم وعد تؤكد أو لا تصر على ارتكاب الفاحشة وتقول لهم لهن, لهن ولئن لم يفعل ما أمره لا ويكون من الصاغرين يعني فرحانة برسم أنا زعما ولا ما داشت هادشي اللي بغيت أنا غنسجنو وغادي يكون من المدلولين أتمنى أن يكون هذا الدرس هذا شرحته مزيان طبعا تحت الفيديو دائما اللي ما فهمش يدير لي باش لا غادي نزيد نعاود نشرح الدرس أه نزيد نفسرو ما كاين حتى شي مشكل مازال غادي نديرو التمارين مازال غادي نديرو امتحانات في الدروس الوضع اصلا الدروس ديال التربيه الاسلاميه كنحفظوا فيها المفاهيم كنحاولوا نعرفوا هذه المعلومات اللي عطيتكم انا دابا ولكن الوضعيه او الطريقه ديال الاجابه غتكون مختلفه لهذا سنتمرن على طريقه الاجابه ان شاء الله غادي نعملوا بزاف ديال الامتحانات باش غادي تقطعوا رأسكم والشك ديالكم من مادة التربية الإسلامية وستحصلون على عشرين على عشرين إن شاء الله بحول الله بعد ما يكون الحفظ ديال القرآن استوفيتم حفظ القرآن شكرا لكم على تتبعكم دائما وإلى اللقاء وإلى فيديو آخر إن شاء الله